السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا من جديد معكم يا ابو محمد مقناط وينو كونكر. في البدايه ما تنساش لايك الفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس وتنضم لينا في جروب نادي دبليو كي سي. تفضل عايز تبيع او تشتري بملايين مضمونه هتلاقي عندنا يا جماعه، وكمان تنضم لينا على جروبات تليجرام هتلاقي رابطها كلها في الوصف. عايز تبيع او تشتري او اي حاجه هتلاقي عندنا على طول. طيب النهارده يا جماعه نزل بادج 7315 وقدر نشرح كل سيرفر تيم بيكي هتلاقي رابطها في الوصف. النهارده هنشرح اللي هو 30 يوم من الجوائز عن طريق year in card الايفنت ده على كل السيرفرات. وطبعا عشان انا ما ركزتش في الكروس سيرفر تيم بيكي سيرفر كاميرا مش موجود فيه، ده معروف يعني. طيب يا جماعه طبعا هنا بيقول لك فير year in card ب 299 سي بي اس، بيقول لك ان انت بتاخد 3 داي 3 ستار ماونت بوكس، بتختار انت معلم بقى ميت نايت راديال جاين فيش ازور فوكس وما الى ذلك. ريورد فور اتش تايم تو اوبن لمده 30 يوم، بتاخد بقى انت وحظك بقى كلاس اواكننج بوكس او ستار اسنس بوكس اللي هي او اسنس بوكس اللي هي مثلا زي بريت ستار ستون بيرفكشن او 13 يونيفرسال رول. الكارد بقى اللي هو 999 ده بتاخد بيرم تو ستار جيرمان بوكس، بتختار انت معلم دارك ويزارد بيور بانك فانزي ازور ديفان روب الجيرمات اللي هي ليفل 2، وبتاخد طبعا جايزة واحدة من كل ما تفتح الشنطة كلاس اوكنينج بوكس اينر باور بوينت وما الى ذلك. الشنطة اللي ب 3500 سي بي اس طبعا بتفتحها بتاخد عندك اول حاجة open to choose one permanent weapon accessory، شوف بقى dream of sea horse ميو ميو chilled rattle drum glory flag كل الاكسسوارات اللي تختار اي اكسسوار انت عايزها. ده طبعا 3500 سي بي اس. غير الجوائز طبعا بتبقى في المره الواحده ممكن 2 ريدن ستار ستون 180 رون اللي هو الاحمر يعني ب 1800 بروجرس. فبصراحه دي انضف جايزه بالنسبه لي بصراحه، انضف جايزه. نخش على البنفيتس هوت وبنلاقي اهي يا جماعه عفوا ده كارت الشحن، ده الشحن عفوا. بنروح اول حاجه لوجن تو كام بنفيت كارد تو فيزيت كارد انت مش عارف ايه، ما انا فاتحه يور ان كارنفال. هو نسيو الايفنت ده ولا ايه يا جدعان؟ سبين سبيس اون ا كارد اند يو ويل بي كليم ريورد افري فانت مطلوب منك يا معلم ان انت تشحن سي بي اس، وكل ما بتشحن طبعا بتاخد سي بي اس ريبيت، وتاخد بعد كده الشنطة وكده يا معلم بتفتحها وبتاخد جوائز يومية لمدة 30 يوم زي ما هو باين لك هنا تمام. بس انا مش لاقي اسامي الشنط دي والله يا جدعان. والله يا جماعة انا بفتح البنفيتس المفروض هنا اهو، بس هو ده 7/12 فده ايفنت قديم اساسا، هو تقريبا نسيوه اصلا. بيقول لك سيرفر اول سيرفرز او يمكن مثلا مش موجود في كاميرا، هو المفروض يبقى موجود هنا يا جماعه تمام. زي ما هو بيقول لك هنا بيقول لك بتفتح اللوجن جيم كليك بنفيت تمام اللي هو ديه بنفيت كارد. سيدي انا اسف بنفيت كارد تمام، بنفيت كارد معلش يا جماعه انا نسيت حوار بنفيت كارد ديه تمام. في عندك الفير ورير وشايني زي ما انتم شايفين، هاي الجوائز اللي مكتوبه يا جماعه تمام. زي ما انتم شايفينها فدي تقدر تجيبها منها من خلالها مونس يعني، والله هو حاجه جديده برضو يعني فاهمين ازاي، واضافه جديده ومميزه. طبعا يا جماعه الفيديو ممكن يكونش ليه اي 30 لازمه خالص غير لبعض الناس اللي ممكن تستنفع بيه، وغير كده ممكن محدش يستنفع بيه نهائي. كان معكم يا محمد من قناه ونكونكر، مسج متابعتنا باستمرار واللايك للفيديو والاشتراك للقناه مع تفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير والسلام عليكم.